لم يتمتع أطفالنا الذين ولدوا قبل الجائحة وأثناءها بهذا العالم الفسيح، ولكنهم الآن وبعد أن تم ترخيص لقاح كوفيد-19 للأطفال بعمر 6 أشهر وما فوق سينطلقون في أفقه الرحب. هل يمكنك عمل فقاعات تحت الماء؟ أهلا بكم في المكتبة، حان الآن وقت القصة العائلية. هل تريد أقلام تلوين مع وجبة الأطفال؟ نعم من فضلك، ودفتر الرسومات. لقد تعرف على أصدقاء جدد، لكنني لست خائفة. مع لقاح كوفيد-19 الآمن والفعال والمصرح به الآن لعمر 6 أشهر وأكثر، يستطيع طفلك الاستمتاع بكل ما يقدمه له العالم. لمعرفة المزيد تحدث إلى طبيبك وقم بزيارة michigan.gov/kidscovidvaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان.